بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده الاسبوع الاحد الثاني من الخمسين المقدسه، وقراءات الكنيسه النهارده عشيه امبارح وباكر الصبحيه، الحلوين اللي جم بدري منكم، وقراءات الانجيل كلها من انجيل يوحنا الاصحاح السادس. تمام، التلات اناجيل عشية وباكر والقداس، التلاتة من انجيل يوحنا. انجيل يوحنا الجزء الاول فيه اللي متقراش في القراءات النهاردة، اللي هو معجزة اشباه الجموع مع الخمس خبزات والسمكتين، ودي كانت حادثة غير عادية لان اللي اكلوا كانوا الاف، 5000 اسرة، يعني يمكن 25-30 الف واحد، 5000 رجل غير النساء والأولاد، 5000 أسرة. وكان دوت موقف مهم، لأن كان دايما اليهود شاعرين إن هم يتميزوا عن كل أمم العالم، إن في وقت من الأوقات ربنا بعت ليهم أو لأجدادهم بمعنى أصح أكل من السماء لما خرجوا من ارض مصر، من ارض العبودية، فربنا كان بيبعت لهم ياكلوا المن الصبحية والسلوى العصرية كل يوم. فده مفيش امة على مستوى العالم كلوا اكل جاي من السماء. فلما جه السيد المسيح واعطاهم ان هم ياكلوا، كان ديت حادثة شبيهة، وعاوز اقول شبيهة بقصد، بان هم اكلوا قبل كده. المهم القراءات الاناجيل التلاتة ان المسيح الزم التلاميذ ان هم يعدوا بالمركب، وطلع هو على الجبل يصلي، وحصلت عاصفة وجالهم ماشي بالليل، وخلى بطرس يمشي على المية. تاني يوم الصبحية بداية بقى الموضوع بتاعنا، ان الناس ابتدت تدور على المسيح، شافوا بالليل المسيح قال للتلاميذ عدوا بالمركب، وهو قاعد معاهم يقول لهم ربنا يبارككم، مع السلامة، يشفق عليهم، يصرف الجموع. فالجموع عارفة ان المسيح كان موجود الناحية دي، والتلاميذ عدوا بالمركب الناحية التانية. وبعد شوية جوم تاني يوم الصبحية بعد ما اكلوا بالليل وقعدوا معاه طول النهار وتعشوا، وعارفين المسيح لسه موجود، نيجي نفطر وناكل بقى تاني. فرصة، الاكل كان طعمه حلو وكان كفاية، واكلوا وشبعوا وفضل عنهم 12 قفة مملوءة، فقالوا نيجي تاني. فلما جم تاني يوم يدوروا المسيح ملوش موجود، فراحوا قالوا نعدي بالمركب البحيرة نروح نسأل تلاميذه فين المسيح، فين المسيح، علشان يوكلنا تاني. فلما عدوا لقوا المركب واحدة بس اللي عد فيها التلاميذ بالليل، مفيش مراكب تانية، والمسيح معاهم. يا معلم متى كنت جئت هنا؟ جيت ازاي؟ ده احنا شفناك بالليل قاعد معانا، والمركب مشيت قدامنا من غيرك فيها التلاميذ، ولما جينا الصبحية عدينا البحيرة ما لقيناش مركب تاني الا دي، وانت مع التلاميذ، يعني ايه؟ جيتها ازاي؟ البداية انه وكلهم اكل من السماء، وبعدين انتقل سائر على ماء البحيرة. صحيح ما قال لهمش مشي ازاي او عد ازاي، بس هم استغربوا جدا، ده وكلنا امبارح ولقيناه النهاردة تاني يوم الناحية التانية من البحيرة، ازاي عد من غير مركب؟ كل ده عشان نهيئ ذهنهم حاجة مهمة جدا، ان هو الخبز النازل من السماء. انتوا كلتوا قبل كده، ابائكم اكلوا من، بس كل الاكل والمن في البرية ماتوا في البرية لان ربنا كان غضبان عليهم. من رحمته عليهم ان هو وكلهم المن عشان ما يموتوش في البرية، بس قعد محتفظ بيهم 40 سنة لغاية ما خلفوا جيل تاني ربنا ما كانش غضبان عليه ودخلوا ارض الموعد. فانتوا اكلكم قبل كده المن والسلوى ما خلاش في حياة لأبائكم، أبائكم أكلوا المن والسلوى، إنما أنا الخبز النازل من السماء، من يأكلني يحيا بي إلى الأبد. للأسف
كانوا لسه واكلين ولسه معدي قدامهم البحيرة من غير مركب، انما قالوا له اي آية تعطينا لنؤمن انك انت ابن الله؟ انتوا لسه محتاجين آية؟ انتوا لسه محتاجين دليل؟ القلب اللي بيحب ربنا والنقي واللي بيجري ورا ربنا مش محتاج دليل عشان يؤمن بالله. تمام؟ تيجوا تلاقوا كده لكل اولاد ربنا الموجود في الكنيسة، ربنا موجود. ويجي واحد قلبه متقصي يقول لك اثبت لي. ربنا مش محتاج انه يثبت لك، ومش محتاج انه يعلن، صحيح هو اعلن ليك ذاته بالموجودات اللي موجودة في العالم حواليك، مش محتاج، بس انت اللي ايه؟ القلب القاسي. قال لهم اعملوا ابناء اعمال الله عشان تبقوا اولاد الله. قالوا له ايه الاعمال اللي نعمل؟ قال لهم تأمنوا بابن الله. امنوا بيا، نأمن بيك، انت اللي عارفين ابيك وامك، احنا اللي عارفينك ابن مريم ويوسف النجار، كان يعتقد ان يوسف النجار ابوه. هو في حد قبل كده هوت وكل الاف من لا شيء، من خمس خبزات؟ القلب متقصي. ساعات الواحد يقف قدام ربنا ويضع علاقته مع ربنا في كفة وحاجات مادية مش مستاهلة في كفة تانية. نجحني، اشفيني، ابعت لي، اعطيني. هو دوت الدليل حب ربنا، وهو ده دليل العلاقة مع ربنا. ده كفاية ان انا بديك جسدي ودمي لتأكله، بديك جسدي ودمي لتأكله، بديك حياة أبدية. بولس الرسول، قراءات النهاردة كلها موضوع واحد. بولس الرسول في مرة من المرات ما قالش امتى بالظبط، هل هو مختطف للسماء، ولا هو لما قعد 3 سنين في العربية، جزيرة العربية، ولا امتى المسيح في رؤية اعلن له سر خطير. السر ده ليه علاقة بينا، وكان بيتكلم في البولس النهاردة عن هذا السر. ايه هو السر ده؟ ان الامم شركاء في الميراث. يفرق معنا ايه؟ ما احنا من الامم. كان في يهود وفي العالم كله، واحنا اولاد الفراعنه، اولاد المصريين، ما كناش يهود. وكان في زمان عارفين ان الخلاص جاي من اليهود، وكانوا يعتقدوا ان الخلاص لليهود بس، بالرغم من زمان المزمور يقول سبحوا الرب يا جميع الامم، الخلاص لكل الامم. فبولس الرسول بيتكلم على السر اللي كان مخفي حتى عن الملائكة وحتى عن كل الناس، ان الخلاص للعالم كله. كل من يدعو باسم الرب ايه؟ يخلص. كل اللي يؤمنوا بيه ليهم امن واعتمد، فتخلص انت واهل بيتك. الخلاص كلام ده يهمنا، لان لو كان عايشين مع اليهود لغايه دلوقتي كانوا يقولوا لنا انتوا مالكمش خلاص، انتوا امم، انتوا كلاب، انتوا مقطوعين من الرعويه، انتوا دخلاء، انتوا غرباء. انما الحاجه الحلوه ان السر اللي قاله لنا معلمنا بولس الرسول، الا الله اعلنه لي في حاجة خاصة، قال أنا أعلن العالم إن الخلاص للعالم كله، لكل واحد فينا من الموجودين. تمام؟ مش هيستفاد بالحياة الأبدية وياخد الحياة الأبدية إلا اللي يؤمن بالابن، حتى لو هو طيب، حتى لو هو حنين، لو حتى لو هو جنتلمان، حتى لو هو جدع مع اصحابه، صاحب صاحبه ويشيل لنا. دينونا جئت لأدين العالم انهم لم يؤمنوا بي. تؤمنوا بي اعطيكم جسدي، اكون فيكم، اديكم روحي القدوس. تمام؟ يحل فيكم، اخدكم معايا حياة ابدية تبدأ ان هنا وتستمر على طول. دي نقطة مهمة. معلمنا يوحنا في رسالته الاولى برضو الموضوع متكامل، عشان كده بنقول لكم تعالوا اسمعوا، تعالوا تعلموا. معرفش اختراع اللي احنا اخترعناه اباط، ابونا ما لحقتش الانجيل، طب اديني حل ادخل. احنا عدنا 2000 سنة من مجيء المسيح، النهارده كل اللي في الكنيسة القداس جسد الرب ودمه يعطيني ايمان ويثبتني في المسيح،
وفي القراءات الكنيسة بتقرأ لنا كلمات الكتاب المقدس تشهد المسيح. كانش عندنا لا مدارس أحد ولا اجتماع رجال ولا اجتماع سيدات ولا مؤتمرات ولا تربية كنسية ولا حاجة. معلمنا يوحنا في الرسالة بتاعته بيقول، بيتكلم عن الشهادة التي شهد بها الله عن ابنه. ربنا اتكلم، ايه الشهادة ديت؟ ان الله اعطانا الحياة الابدية. ادهلنا ازاي هذه الحياة؟ في ابنه، فليؤمن بي، او بالترجمة القبطية، وكان متمسكا بالابن فهو ايضا متمسك بالحياة، واللي ما يؤمنش بالابن ليست له حياة خالص. المسيح قال من لا يأكل جسدي ليست له حياة فيه. يبقى ايماننا بالمسيح اعطانا ان يكون لنا حياة ابدية، حياة حاليا، واعطانا ان يكون لنا حياة ابدية في بعد. كتبت اليكم هذا انتم المؤمنين. احنا مؤمنين خلاص يا ابونا؟ لا، ده يوحنا بيقول لنا كتبت اليكم، بذكركم، بقول لكم الكلام ده اليكم بهذا انتم المؤمنين باسم ابن الله، لتعلموا ان الحياة الابدية لكم، ولكي تؤمنوا باسم ابن الله. وهذه هي الثقة التي لنا عند الله، ان طلبنا شيئا حسب مسرته يسمع لنا. بندخل في علاقة وندخل في بنوة وندخل في معرفة الله الاب. اللي ما يؤمنش، خلوا بالكم، اللي ما يؤمنش بالابن ما يعرفش الله. مين يقدر يعرف ربنا؟ مين يقدر يفهمه؟ مين يقدر يحس بيه؟ مفيش حد في هذا العالم منذ تأسيسه يقدر يعرف الله الا من خلال الابن بس. تمام؟ عشان كده يقول الله لم يره احد قط، لا بالعيان ولا بالعقل ولا بالاستنارة ولا بالفهم، ولا حد يقدر يدرك الله. الابن الوحيد الذي في حضن ابيه هو خبر، اعلن الله لنا، عرفنا الله. عشان كده اللي بيؤمنش بالمسيح ما يعرفش يقول يا رب، ولو قال يا رب يبقى ربنا ده حاجة غريبة وحاجة مخيفة وحاجة مرعبة، وهو الديان المرعب. انما الامور دي لينا احنا رجاء، ان احنا امننا بالابن فبقت لينا حياة، ولينا حياة ابدية، وعرفنا الله بذاته. عشان كده نقف نكلم الله كابناء، لينا ثقة ولينا رجاء، وندخل الى قدس الاقداس ونتمسك بايه؟ بحقنا. تمام؟ فدي نقطة مهمة جدا. يوحنا 6 يتكلم عن بنوتنا لله، ويتكلم عن اعطاء المسيح جسده نأكله، جسده دمه. تمام؟ ويتكلم عن نتائج الإيمان والاتحاد به في سر الإفخارستية في الحياة الأبدية. دي نقطة مهمة جدا، لازم نذكر نفسنا بذلك، إن احنا أبناء السماء وأبناء الدهر الآتي، أبناء الملك. احنا اللي نعرف نتكلم مع ربنا. ساعات يجي إيه؟ واحد يمال على واحد يقول لك تعرف تليفون فلان؟ انا اليومين دول بدور على نمرة ابونا تدرس اللي عمل ترجمات للكتاب المقدس اقوال الاباء، رجل ورع وقديس وكان مسافر، ولكن بدور على نمرته. وما يتعرف تليفون ابونا تدرس؟ يقول لي اوه ما اعرفهاش، بدور عليها. واحنا كده تعرف تليفون المدير؟ تعرف تليفون الوزير؟ احنا فوق كل المستويات البشرية نعرف الله بذاته، اعلن لنا عن نفسه في ابنه الوحيد. يا للمجد اللي احنا فيه، يا للعظمة. سهل ان احنا نعيش في القداسة، احنا ندخل الى الامجاد، ندخل الى حضن الله، ونتمتع ببره، يكون لنا بر المسيح نفسه. كل ما البر الذي المسيح يعطيه لينا نتقدس ونتبرر ونتحرر ونؤمن ونفرح وننتصر على الشيطان. حاجة غير عادية ان احنا اولاد ربنا، مجد، مجد وعظمة. نشكر الله ان اخترنا لهذا المجد. عشان كده الايام اللي فاتت تاخدوا ساعات، يعني مش وقتها دلوقتي هنضيع قيمة الوعظة ديت. انا شاعر ان احنا فيها ليه بنكلم اولادنا في الحشمة وفي السلوك وكده؟ لان بيصعب علينا ان هم
مش عارفين ان هم اولاد الملك وتشبهوا بالعالم. يا اولاد دي مش صورتكم، انتوا كنتوا بتعملوا كده معناه انكم مش عارفين انكم اولاد ملك. لبسكم وطريقتكم وكلامكم ومشيتكم وفكركم معناه انكم مش عارفين انتوا مين. لما بننبههم عشان مش عشان الشكل الخارجي، عشان الجوهر الداخلي، عشان الحياة، عشان الشبع والتمتع والسمو في العلاقة. ربنا يدينا جميعا نكون فعلا بالحقيقة عالمين من نحن، ان احنا اولاد الله، وان احنا نثبت فيه يكون لنا رجاء له كل مجد وكرامة الى الابد امين. هللويا 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 هللويا.